أهلا بكم دائما مشاهدينا الكرام. مجددا تلقى النظام القطري ضربة جديدة، لكن من الداخل هذه المرة، بعدما أصدرت أسرة آل ثاني الحاكمة فرع أحمد بن علي بيانا أعربت فيه عن اعتذارها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كما تم تداوله من رسومات مسيئة للذات الملكية بمعرفة نظام تميم بن حمد. كما تقدمت الأسرة في بيانها باعتذار مماثل لدولة الإمارات عن حزمة الممارسات المسيئة لرموز الدولة الإماراتية من قبل مغردين محسوبين على النظام القطري.